قال وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد علي عبد الله إن تأجيل المؤتمر العالمي للصمغ جاء لأسباب فنية وإدارية، وأكد في تصريحات صحفية أن التأجيل جاء لمزيد من الترتيبات في ظل أهمية سلعة الصمغ عالمية، وأكد أن سلعة الصمغ جزء أساسي من محور التنمية الاقتصادية باعتباره يدر عملات صعبة، وأبان أن السعر التأشيري لصادر طن الصمغ الخام يبلغ 2600 دولار، في الوقت الذي يصل سعره بالدول المستهلكة بعد التصنيع مع إضافة قليل من القيمة المضافة إلى 17,000 دولار. وقال إن الوزارة كثفت العمل بخصوص الترتيب للمؤتمر مع وزارة الخارجية والشركاء ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والأونتكاد الجهة الراعية لها